في إطار الخطة الاحترازية التي تتخذها جامعة المنصورة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت الجامعة بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا لتوفير مخزون استراتيجي وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية. وتقوم حاليا وحدة التفصيل بالمدن الجامعية ذاتيا بإنتاج ماسكات الوجه لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات بمواصفات طبية عالية الجودة، ويتم تعقيمها طبقا لمعايير التعقيم والأمان. يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة لتوفير مستلزمات الحماية بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الطواقم الطبية.